صدفة سعيدة جدا، أنا حظي سعيد. ده من حظي أنا عشان تدفعوا لي حق التابلو، 4 جنيه ومش عاوزة غير. ده برضه اسمه كلام. أمال عاوزين إيه؟ تيجي معايا عند عادل بيه وهو ينفذ لك كل طلباتك. ده بيعزك بشكل. يا أستاذ ما تضحكش علي، هو في السماء وأنا في الأرض، واللي فوق ما يبصش لتحت. طب مش نعقل بقى علشان يرفعك من الأرض للسماء. قصاد إيه ده كله؟ قصاد اللي قصاده بقى. انت بتشتغل ايه؟ ها؟ انا؟ مهندس. وش شفاق؟